الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين المتابعين لنا عبر قناة الشرقية من كلبة، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة الجديدة وبرنامج المصطلحات التراثية. أحبتنا، خلونا نسير ونجلس سوا ونجتمع ونستمع ونستمتع بالمصطلح بعنوان الشفية. بعضكم يعرفه وبعضكم يعني، لكن شو رأيكم نحن نسير إلى الشفية ونشوف شو شكل هذه الشفية. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا مع برنامج المصطلحات التراثية والشفية. أعزائنا المشاهدين، المصطلحات التراثية، نحن حقيقة في هذه الجولة ستكون لنا جولة لا بأس بها، ولكن سنقضيها مع المصطلحات التراثية. بمعنى المصطلح التراثي يعني وين ما يكون هناك، بقدر ما نستطيع بنحاول نقدم يعني نقول عدد من هذه المصطلحات. في الحقيقة حتى نعرف المصطلح والمصطلح التراثي، ليش نقول اليوم مصطلح تراثي أو مصطلحات تراثية؟ المصطلحات التراثية يعني ما في، تشوف احنا لو لاحظنا بالنسبة لنا نحن في دولة الإمارات وكذلك أيضا في دول الخليج العربي وحتى في الوطن العربي، يجب أن لا ننسى ذلك، إن احنا في مهنة هني أو شغلاتنا هني أو حركاتنا هني أو هذه كلها لو تلاحظوا مرتبطة بمصطلحات، وكل شغلة لها مصطلح وكل فعل له مصطلح. يعني هكذا لما نقول المصطلحات التراثية، هذه المصطلحات الحقيقة اليوم نحن اللي بنوقف عليها من خلال هذا البرنامج، ومثل ما قلت لكم مصطلحات كثيرة، لكن نحن ما بنستوفي كل هذا الكم الكبير من المصطلحات، لكن بنحاول نستوفي ما نستطيع وما نتمكن من استيفاء من خلال هذا البرنامج، لأنه نحن اليوم مو عندنا مصطلح فقط، مثلا نقول مصطلحات تراثية متعلقة بالبحر فقط، أو نقول مثلا مصطلحات تراثية متعلقة بالزراعة جانب زراعي، أو مصطلحات تراثية متعلقة بالحياة بالمجتمع، وإنما عندنا مصطلحات زراعية بحرية جبلية عمل كثير. وهذه المصطلحات الآن لو نلاحظ في هذا الوقت وفي هذا العصر، وجميل أن هذه القناة تركز على هذا الجانب. أنا أحيي القائمين عفوا بهذه القناة لأنهم أخذوا هذا الجانب بعين الاعتبار. لما؟ لأنه اليوم نحن لو نظرنا إلى هذه المصطلحات بعددها بتنوعها بتناغمها الذي كانت عليه، اليوم ما نسمع شيء منها. يعني نادر يمكن نقول خلونا نسمع مصطلح أو خلونا نقول 10 بدل ما نقول مصطلح نقول 10، ولكن متى تسمعهم؟ يعني يلا إذا صرنا عند الناس الكبيرة، أو مثلا صرنا عند أهل البحر، أو صرنا عند أهل الزراعة، أو بنسمع هذه المصطلحات أو ترديد هذه المصطلحات. من الجميل وما بإمكاننا التأكيد عليه إن في بعض المصطلحات بتاخذ عندنا في بعض الحلقات مصطلح بينا مرتبط بكلمتين، ما بيكون مرتبط بكلمة واحدة، وفي مصطلحات لا، وفي مصطلحات هذه الكلمات المركبة، يا
يعني احنا في عندنا كلمات مركبة في بعض المصطلحات وهذه بني عليها. كذلك أيضا من الجانب الثاني بنلاحظ أن في يمكن تكون هي شغلة اليوم نحن نقوم بها في واقعنا وفي حياتنا اليومية بشكل كامل، لكن لو تلاحظوا أخذت عندنا مسمى واحد، بينما في القبل في السابق لها لا يقل عن يعني نقول 5 مصطلحات، لكن بنلاحظ أن هذه المصطلحات هي صح أنها تؤدي مثل ما قلت لكم يمكن يكون غرض واحد، لكن شوفوا هذه كانوا قبل يعني عطوا كل شغلة كل تيمة معينة مصطلح. وهذا الجميل ليش؟ لأن لما بنلاحظ هذه المصطلحات وبني على هذه المصطلحات وبنتناول بعض منها، يعني لأن هي كثيرة بنتناول بعض منها بنلاحظها بنقول يعني ليش ما اختصروها في الكلام الفلاني وريحونا؟ لا، هم كان بإمكانهم، لكن غيروا، خلوا إن لكل شيء مصطلح وكل شيء عطوه خط معين. يعني أنا عارف لما قالت لي أو قال لي هذا المصطلح أعرف شو السالفة شو موضوعه، ولما قال لي هذا المصطلح شو موضوعه. نعطيكم اليوم نحن من خلال هذه الحلقة ومن خلال تناولنا للمصطلحات نعطيكم أول هذه المصطلحات. مصطلح الشفية اليوم حد يسمعه؟ لا. شفية، لو نظرنا للشفية بموضوعها بمضمونها أيضا، شو هي الشفية؟ هي نوع من أنواع الهدايا، هدية، لكن ما يقول هدية ولا يقول عطية، يقول شفية، يعني نحن بنشفي على فلان بالشيء الفلاني، ما يقول إنه بنعطي، بنشفي. شوف يعني على أساس لو نلاحظ حتى الجمالية في الكلمة، والكلمة بعدة عن مثلا أنا المقدم هذه الشفية والمتلقي مني الشفية، لو تلاحظوا يعني إذا كان فيها تحسس مثل ما نقول الآن أو حرج أو غيره، هي هذه الكلمة رافع عنا مسألة التحسس ومسألة الحرج ومسألة ممكن لا يقبلها الطرف الثاني ويقبلها بكل أريحية، وهذا لما يقدمها بكل أريحية، لا منة ولا فضل، أنا بشفي على فلان، أو يمكن تقول هذه أنا بشفي على فلانة بالشيء الفلاني، هذه يسمونها الشفية. والشفية يعني شو بتكون؟ يعني خلونا أي شيء، مو شرط، يعني ما نقول مثلا هي مش شرط ملتزمة مثلا نقول بالمادة الفلانية، مثلا نقول قطعة خلقها، أو نقول مثلا هذا كوزار، لا لا لا، أي ما كانت الشفية ومقبولة الشفية من طرف الآخر. ولما أيضا حتى يقدموا كانوا في الماضي في ذلك الوقت، يعني هذه الشفية أو هذا النوع هو نوع من أنواع التهادي، يعني مو هي اللي كذا، هي نوع من أنواع التهادي، يعني في المناسبات عندهم تهادي، في كذا في الزيارات عندهم تهادي، وكل هذه بنية. وبنسمع كل مكان ليه مصطلح، كل مكان ليه مصطلح من هذا التهادي، يعني الهدايا اللي تتبادل، قصدي حتى تكون واضحة لمشاهدينا، يعني الهدايا اللي تتبادل كل شيء ليه مصطلح. هذا اليوم أنا أتناوله منها خلال هذه الحلقة مصطلح الشفية، هو حتى يكون قريب لأبناء الجيل الحاضر، إنه نوع من أنواع الهدايا. اليوم إحنا كلنا ترى مثل ما قلت في من خلال كلامي، إن كل شيء اليوم عندنا كله مرتبط شو بالهدية، لكن ما في عندنا مثلا هذه المصطلحات اللي نتناولها في الهدية، هذه شو نوعها، شفية أو كذا أو كذا أو كذا، هذا ما في. خلاص اليوم نحن صار عندنا الموضوع مرتبط بكلمة واحدة، بينما بالأمس لا،
مو كلمة، كلمات، مصطلحات، وكل مصطلح لموقفه ولدوره ولغرضه يؤديه. مو بس كذا، ولو لاحظنا يعني هذه المصطلحات اللي نحن راح نتناولها ومنها الشفية مصطلحات، صدقوني من بركز فيها وبتابعها بلاحظ ان هذه المصطلحات اختيرت بعناية، فيها عناية، فيها دقة في الاختيار، فيها ذكاء في الاختيار. يعني لا نقول ان مثلا اهلنا بالامس، يعني البعض حين لما تكلم قال والله هاي لاك شو، لا يا سيدي، هذا لاك اللي نحن نقول عليهم اليوم مثلا كثير منهم مساكين ما تعلموا ولا دخلوا مدارس ولا ولا، لكنهم يا احبتي يا اعزائي ورثوا ترام ثقافة، ورثوا تراث، ورثوا ارث، ارث من وين؟ ممتد من بعيد، وصار عندهم هذا الارث يتناقل. نعم غابت عنهم مساكين المدارس وغابت عنهم الجامعات، وما كثير منهم ما حصل، يعني كثير منهم يمكن نقول تلقى تعليم القرآن الكريم، لكن كثير منهم مساكين ما تلقوا لحكم الظروف وحكم الواقع وحكم الحياة وطبيعة الحياة والظروف اللي هم كانوا عايشينها. لكن أحبتي لهالسبب بنلاحظ إن أحبتنا أهالينا كانت عندهم هذه المصطلحات الجميلة، ومنها هذا المصطلح الجميل الذي حبينا أن نضع لكم في بداية أول حلقات هذا البرنامج. وتابعونا وبتسمعون منا إن شاء الله أيضا مصطلحات ومصطلحات بتعجبكم وبتعرفوا حتى سر وضعها ومعناها وإلى آخره. طبعا احنا ما نريد أن نحرق كل شيء عليكم، نتمنى متابعتكم لهذا البرنامج ومتابعتكم واسماعكم لهذه المصطلحات اللي راح نطرحها إن شاء الله خلال هذا البرنامج، ودمتم بخير.